تفانى بها في خدمة الإعلام الوطني الزميل أحمد حاج عمر في رحاب الله إثر إصابته بنزيف دماغي حاد. وبفقدانه تفقد الشاشة السورية واحدا من أبرز أعلامها. رحم الله الزميل الراحل أحمد حاج عمر. كل الرحمة لشهداء سوريا الأبرار ولقائد هذا الوطن. دمت سيفا دمشقيا وقامة عز لا تنحني يتفيأ بظلها الشرفاء. السلام عليكم. أحمد الحاج عمر 19 عاما من العطاء والنجاح، أغنى فيها شاشتنا الفضية بطلته الكريمة وإذاعتنا المحلية بصوته الرخيم. عشق عمله فأحسنه، وعشق وطنه فأعطاه، وجهد مع زملائه الإعلاميين في نقل الصورة الحقيقية لسوريا منذ بداية مشواره وحتى رحيله نحو قضاء الله بعد أن طلبه الموت الذي حرمنا من أبرز قامات الإعلام السوري. توفي الزميل المذيع أحمد الحاج عمر الذي ولد في إدلب معرة الدبسي عن عمر ناهز 46 عاما بعد تعرضه لنزيف دماغي حاد أودى بحياته. الغائب الحاضر، متزوج وله 3 أولاد، عمل في إعداد وتقديم البرامج ونشرات الأخبار في إذاعة دمشق والقناة الأولى والفضائية. وبعد تألقه في عمله استلم رئيس شعبة المذيعين في التلفزيون وبعدها مديرا للفضائية السورية. العزاء لنا جميعا. زميلنا أحمد كان له مناقب ومميزات كثيرة، يعني الميزة الأبرز كانت هي روحه المرحة، كان حضوره اللافت عند في نشرات الأخبار في البرامج السياسية، أيضا روحه الدعابة وأيضا الثقافة العالية التي كان يتمتع بها، لصوته الرنان الرخيم أعتقد لن سيبقى يتردد في آذان المشاهدين وفي آذاننا أصدقائه وإخوته في المركز الإخباري رحمة الله عليه. كانت الابتسامة دائما تعلو وجهه. أحمد حاج عمر رغم الضغوط التي مورست عليه كإعلامي وكمذيع بالتلفزيون العربي السوري ضمن هذه الظروف، لم يقبل ولم يرضخ لهذه الضغوط التي تعرض لها، وبقي يحارب بالكلمة وبالموقف حتى آخر لحظة من حياته. في وداع أحمد أستذكر الكثير من المحطات المهمة والإنسانية التي كان يتميز بها، وهي الطيبة والأخلاق السمحة التي يمتاز بها المواطن السوري، فكيف بإعلامي بارز وناجح وحقق بصمة ستبقى في الذاكرة. شيع جثمان المرحوم أحمد الحاج عمر من مشفى الشامي بدمشق، ثم أقيمت الصلاة عليه في جامع سعد بن معاذ. وقبل أن يوارى جثمانه الثرى حمله زملاؤه لتلبية مكان يشتهيه، وهو زيارة المكان الذي عشقه طول حياته وعمل بجهد ليرتقي به. نودع يعني شخص بأخلاق وبمناقبية عالية على كل مستويات، يعني إن كان على المستوى الشخصي فهو صديق وصديق لكل زملائه في واقع الحال، وإن كان على الصعيد المهني كان يعني إعلاميا ومذيعا مجليا. خسر الإعلاميون بفقد الزميل أحمد قامة إعلامية بارزة خدمت الوطن وقدمت الكثير له، شهد له زملاؤه ونشهد له بالسلوك والأخلاق والكفاءة والوطنية. أول ما رصيت فيه أنا هي ضحكته، ابتسامته، حبه لزملائه، معاملته اللطيفة مع الجميع، صراحة كان خسارة. لقد رحلت، لكن صوتك الرخيم وأداءك الرائع سيبقى في أسماعنا ليعلمنا الدروس ما حيينا. أبا حسن رحمة الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله. مسرعا عبرت جسر الحياة ورحلت في ريعان الشباب يا أحمد، والله إن في قلوب زملائك وكل من عمل معك لوعة لفراقك. رحمك الله وألهم أهلك وذويك الصبر والسلوان. تذكير بأبرز العناوين.